لكن الشيء الآخر إنه خدمتك فعلا متميزة، إنه أنت بتركز على احتياج الشخص ككيان كليا. يعني إحنا كتير مرات في الأوساط العربية بنركز على التعليم واللاهوت والعقيدة والمحاورة والمجادلة إلى آخره، لكن أنت بتركز على احتياج الإنسان، إنك تصلي مع مريض، مع محتاج، مع طبعاً شخص محتاج. احكي لي شوي عن هذه الخدمة. الخدمة الحقيقية بمفهومي أنا أنه إحنا نتبع المسيح. شو المسيح عمل؟ الرب يسوع المسيح لما كان على الأرض كيف خدم؟ هو خدم أول شيء طبعا هو في بشارة الملكوت، يعني علم بس 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 ما وقف هناك، لكنه شفى المحتاجين، أشبع الجياع. فهذه الخدمة الكاملة لكل الشخص. الإنسان إحنا بنعرف هو روح ونفس وجسد، فحتى نخدم الإنجيل الكامل لازم نخدم روح نفس وجسد. من بعد ما حصلنا على اختبار الروح القدس ومن الروح القدس صرنا نشوف الاحتياج الكبير الموجود في حياتي أنا وفادية وفي حياة الناس اللي حوالينا، أنه الناس مش بس بحاجة لمعرفة. طبعا المعرفة ضرورية، يعني بدون معرفة الكتاب يعني كتير مرات أنا بشوف المعرفة بتنفخ، يعني كتير، يعني سامحوني اللي بيشاهدوني، صار عندنا كم الهائل من المعلومات الكتابية وبنعرف شو الكلمة الصح اللي نحكيها، لكن تفتقر إلى التأثير وإلى الأكشن، الفعل الحقيقي، إنه تشوف الثمر في حياة الإنسان. الاختبار بالكلمة، يعني إحنا طبعا ما منعلي اختبارنا فوق الكلمة، هو المفروض أنا أختبر الكلام الموجود. الكتاب هو كلامك روح وحياة، معناته الكلمة مش أنه أنا بس بدي أحفظها حتى أقولها أو أوعظها، لكن هي أحياها، أحيا الكلمة. فإذا بدي أحيا الكلمة معناته لازم تكون فعالة بحياتي العملية، مش بس بحياتي الكنسية أو التعليمية. فلما ابتدينا نختبر قوة الله أنها موجودة بين أيدينا، عمل الروح القدس، شخص الروح القدس. أنا يعني بحكي للأسف معظم حياتي المسيحية حتى بعد دراستي اللاهوتية ما وصلتني لمعرفة حقيقية بالروح القدس. الروح القدس لأنه كان بس قوة أو فورس، يعني بنحكي بالإنجليزي، بس الروح القدس هو شخص. فصار إن علاقة مع الروح القدس زي ما إن علاقة مع يسوع المسيح اللي هو شخص، مع علاقتنا مع الله الآب كشخص. فالروح القدس إحنا بعصر عمل الروح القدس. يسوع حكى أفضل للتلاميذ، حكى لهم أفضل أني أنطلق. ليش أفضل؟ أكيد هم قالوا له لا مش أفضل، أفضل تضلك معنا، بس هو قال أفضل لأنه لما أنا أنطلق سوف يأتي المعزي أو الروح القدس. فإحنا منعيش بعصر عمل الروح القدس بحياتنا. من صعود المسيح ومجيء الروح القدس يوم 50 ابتدى عمل الروح القدس على الأرض. فإحنا المفروض نكون بانسجام مع عمل الروح القدس. يعني إحنا بنعرف أنه عمل الروح القدس في ثمار الروح القدس وفي مواهب الروح القدس. وأثنك الكنيسة بشكل عام ركزوا على ثمار الروح القدس، هي المحبة، فرح، سلام، وطبعا هذا شيء ضروري، لا لازم يكون في ثمار للروح القدس بحياتنا. وأذكر يعني أنا باختبار المسيحي ثمر الروح القدس هو فرح وسلام بعد المحبة، بس أنا ما بشوف كثير في فرح بالكنيسة بشكل عام، لأنه حتى ثمر الروح القدس الفرح لأنه مش 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 مختبرينه كثير. بس ما ثمر الروح القدس في مواهب الروح القدس، في قوة الروح القدس، في إعلانات الروح القدس. فادية الرب أعطاها الموهبة أنه يصير تشوف بالعالم الروحي، هذه موهبة للروح القدس. فلما نحكي إحنا هذا الكلام إحنا ما عم نطلع بريت الكتاب، إحنا عم نثبت المكتوب. الكتاب بيحكي أنه الله كان يثبت الكلام التلاميذ بالعجائب والآيات التابعة. إحنا بحاجة لهذه الأمور أنه يثبت خدمتنا المسيحية. يعني رب حطكوا كتيم بالنسبة لفادية، خدمة التسبيح والترنيم والإعلانات، والرب حطك في الكلمة وهي الخدمة. أنا بصلي كمان أنه الله يستخدمك مع عالمنا، يعني أنا بحكي لك أنه الله رح يستخدمك مع العالم العربي، لأنه إحنا في أمس الحاجة الكنيسة ناس أنه تصلي معها. يعني في كتير ناس مجرحة في داخل الكنائس، في ناس فعلا عم بتفتقر للفرح والسلام مثل ما ذكرت، في ناس كتير عندها إحباط وكآبة، محتاجين ناس فعلا تصلي معها ويعني تحس بقوة
حضور الله في حياتها.